المجد والغنى والكرامة. المجد والغنى والكرامة الشعب. حنان أنت يا الله، حنان أنت يا الله، إلهي ومالكي، إلهي ومالكي، قدوس أنت يا الله.
مسكونة تغنيها قدوس القدوس قدوس 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 أنت قاسي والداني وأشتو بكل الألحان قدوس قدوس يا كل الأمم رنموا يا شعوب الأرض قدموا له المجد وكرموا حمل الله القدوس بالدف وبالعود يا طيور بألحانك جودي غردي وأنتي في قدوس أسمع أصوات الأطفال والرضع تصدح بالعالي نساء تنبئ لرجالي هيا نهتف قدوس 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 أنت يا الله 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 نشكر كل حين إلهنا الأمين من أنعم بالفداء ثمين من أنعم بالفداء أحبائي نقف سويا هللويا مجدا هللويا ناس جودوا باسم المسيح العظيم ناس جودوا باسم المسيح العظيم نعبد حبيبنا يسوع فهو
نعبدك نعم ونتنقى في حضورك، نتنقى حضورك ينقينا الآن، ونحن نذكر كما أنت قدوس وماذا صنعت لأجلنا. القدوس يذبح لأجلنا. هاليلويا. ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد منا، ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد منا. احنا جايين نقدر صنيعك وعملك الغير عادي، مبادرات الحب معنا ويدك الممتدة لكي تنشلنا من شرورنا وآثامنا وتعدل الدفة. أشكرك، نباركك، نعليك، نرفعك، نشكرك من أعماق القلب. واللي على قلبك أن تعيش الكنيسة على الأرض سنعيشه. نتوب أمامك، نطلب غفران حقيقي، ينسكب حبك في قلوبنا فنحب بعضنا الآخر. وكل خدمة ليس قصدها مجدك وامتداد ملكوتك، وليس قصدها الحب المقدس النقي كنيسة بعضها للآخر، نرفضها ونفحص دواتنا الآن على أمام مذبحك يا سيد الرب. هاليلويا. يا حياتي المسيحية، يا مسيح الحياة، يا ديانتي الحقيقية، يا رسالتي السماء. يا حياتي المسيحية، يا مسيح الحياة، يا ديانتي الحقيقية، يا رسالتي السماء. قبلك لا إله، بعدك لا إله. قبلك لا إله، بعدك لا إله. مالك الملوك ورب الأرباب، مالك الملوك ورب الأرباب، سيدي ومالكي يسوع المسيح، سيدي ومالكي يسوع المسيح. يا منار المسيحية، يا مسيح الصليب، دي المحبة الإلهية والخلاص العجيب. يا منار المسيحية، يا مسيح الصليب، دي المحبة الإلهية والخلاص العجيب. لا غفران خطأ، لا مروح سماء، لا غفران خطأ إلا بالدم، إلا بدمك، إلا بفداك، إلا بدمك، إلا بفداك، سيدي ومالكي يسوع المسيح، سيدي ومالكي يسوع المسيح. يا أمان المسيحية، يا رئيس الإيمان، والآيات الكتابية هي صخر الضمايا. يا أمان المسيحية، يا رئيس الإيمان، صخر الضمان هي صخر الضمان. لا أعبد سواك، لا أرضي إلا، لا أعبد سواك، لا أرضي إلا محبوب العباد، سيد الأسياد، سيد الأسياد، سيدي ومالكي يسوع المسيح، سيدي ومالكي يسوع المسيح. العروش العلائية، جاية بالتقديسات والجنود السماوية، هلا بالتسبيحات. العروش العلائية، جاية بالتقديسات والجنود السماوية، هلا بالتسبيحات. تعلن أن لا معبود سوى، معبود سواك، ننحني سجود لرب الجنود، لرب الجنود. قدوس قدوس أنت، قدوس الإله، قدوس قدوس أنت، قدوس الإله، سيدي ومالكي يسوع المسيح،
سيدي ومالكي يسوع المسيح. قدوس قدوس أنت قدوس الإله سيدي ومالكي يسوع المسيح. هللويا. الأسد الخارج من سبط يهودا. هللويا. حمل الله رافع خطية العالم. سيدي وملكي لي الحياة هي المسيح. تفضل ارتاح. سيدي وملكي. أنت الملك الوحيد وإعلان ملكك لينا يزيد وعلى حساب دم الصليب. تعالوا ندرك، تعالوا نعي، تعالوا نتمسك بالإقرار أن لنا رئيس كهنة قد دخل مرة واحدة إلى الأقداس لأجلنا بدم نفسه بالجسد، أو بالأحرى الكلمة صار بشرا فيه كل ميزات البشر إلا العيوب، لأنه كامل في ناسوته وفي لاهوته. لأجلنا نتقدم بثقة للملك الذي جعلنا أيضا ملوك وكهنة لله أبيه. تعالوا نفهم النظر الشامل لهذه الرؤية اللي على قلب الآب للابن للروح القدس لنا، فنحن الآن نبصر وكل نور يأتينا، كل استنارة أتمنى عليها، يجب أن نبقى أمناء أحبائي، لكن يجب أن نعرف الحق الكامل الشامل وإلا سنخور في الطريق. يجب أن تثبت الدعوة والاختيار حتى لا نزل، حتى لا نزل. أنا كلامي صعب واضح سيد؟ كلام الكتاب، حتى لا أزل، حتى لا نزل. أملك على كل أجزاء الكيان. عارف مرات بإيدنا أن الرب يملك وإحنا رافضين. أرفض أن الرب لا يملك على الكل. أنا قلت امبارح لأنه إما أن يكون الرب ملكا على حياتك بالكامل، كل جزئياتها، كل حيثياتها، كل دائرة، أو لا يكون، لا يكون. إحنا عارفين، سامحوني على التعبير والناس يسامحوني، أنا وإنتوا سميعة كويسين. قد ما سمعت وعظ بحياتي لازم أنا تخطيت الرسول بولس بكتير، يمكن بصراحة سمعت كتير، وهو عرف الرب بأي وقت وأنا عرفت الرب الصغير. هذا ونحن عارفون أنها الساعة الأخيرة لنستيقظ أحبائي، ونحن قابلين ملكوت لا يتزعزع. نقدم شكر به، نخدم الله. ليش؟ سيرتنا في بطرس الثاني، كيف ينبغي أن تكون سيرتنا ومسير كل منا ونحن عالمون أن كل هذه تتزعزع، كلها ستنصهر، تنحل، ستحترق. قلبك على الأشياء، على هم المعيشة. مؤمن حقيقي مولود من الله، الرب بيعرف. امتحن نفسك واوعى تكون مخدوع. قفز نفسك على مدى 5. طوبى للمساكين بالروح، طوبى للودعاء، طوبى لأنقياء القلب يعينون الله، طوبى للحزانة على الخطايا، حزن بحسب مشيئة الله لأجل ألام بحسب مشيئة الله، أو ألام نتيجة الخطايا فنحزن ونتوب. هذا هو المؤمن الحقيقي، المؤمن الوديع الذي يشبه سيده، اللين الطيع، الخاضع، المسكين، ليس له سند أو اتكال سوى الرب. إذا أنت مش هيك، في question mark كبير، دير بالك، اوعى تكون مخدوع، تكون مؤمن نظري. والشياطين أيضا تؤمن وتقشعر في نفس الإصحاح. خد بالك، أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل. الشياطين تؤمن وتقشعر وبتخاف، وأنا وإنت مرات ما منخاف ومننسى، كأنه عندنا ازدواجية، حبة فوق حبة تحت، زك
زاك. عرفت ازاي؟ ساعة لقلبك وساعة لربك. ومعلش يا اخ زياد، هيك التيار ماشي، هيك السيستم في امريكا. لا يا حبيبي، السيستم مش مصر وامريكا والاردن، السيستم قانون ملكوت الله. والا مصيبه اذا انت بتمشي زي ما بده العالم وبترضي الناس وبترضي نفسك واسلوبك ونشأتك والعيله، مصيبه. الرب ساعدنا ان نرضيه، لانها الساعه الاخيره لنستيقظ. كلام حقيقي مش وعظ. ساعه انت الملك الوحيد، اعلن ملكك لينا يزيد، وعلى حساب دم الصليب على ابليس النصر اكيد. انت الملك الوحيد، اعلن ملكك لينا يزيد، وعلى حساب دم الصليب على إبليس النصر أكيد. بالهتافة والتسبيحات داخل حروبنا منتصرين، وبأغنيات رفع الرايات، رايات النصرة فيك غالبين. بالهتافة والتسبيحات داخل حروبنا منتصرين، والأغنيات رفع الرايات، رايات النصرة بيك غالين. ليك القوة والسلطان، ليك بنفية كل الألحان، وبروحك ترفع أنغام، اسمك يعلى في كل مكان. ليك القوة والسلطان، كل الألحان، وبروحك ترفع أنغام، اسمك يعلى في كل مكان. بالهتافات والتسبيحات داخل حروبنا منتصرين، وبأغنيات رفع الرايات، رايات النصرة بيك غالبين. بالهتافات داخل حروبنا منتصرين، وبأغنيات رفع الرايات، رايات النصرة بيك غالبين. نرفع اسمك يا ابن الله، دم سلطانك لينا حياة، تحمل اسمك كل جبال، تسبيحك من كل شفاء. نرفع اسمك يا ابن الله، سلطانك لينا حياة، تحمل اسمك كل جبال، تسبيحك من كل شفاء. بالهتافة تسبيحات داخلين حروبنا منتصرين، والأغنيات رفع الرايات، رايات النصرة بيك غالبين. بالهتافات والتسبيحات داخل حروبنا منتصرين، والأغنيات رفع الرايات، رايات النصرة بيك غالبين. ملك الملوك وجلال نار الوجود حوالينا، وجبال بتدوب قدام. تمسك به، تمسك به، انه تذوب الجبال من وجه الجالس على العرش. احبائي امن، تمسك ليكن لك اقرار واسرار. صلي بلا جاجة، صلي بلا انقطاع، صلي بلا ملل ولا كلل. صلي واشكر الرب دائما بتركيز، بتركيز عالي، بتدقيق. أنت تطلب، أطلب حسب مشيئة الله كما يجب.
وصلوات مقتدرة في فعلها. تذوب الجبال والتحديات، وان قصد الرب أنها تبقى لأجل تعليمك وتغييرك، تشكيلك، تشكيلي، to shape us. آمين. ليكن. يلا مع بعض قل له الأنهار بتسقف لك. إحنا اللي كشرين بس الأنهار بتسقف وفرحانة، والطيور بتعزف بألحان شجية، وإحنا مشغولين في لقمة العيش وهم مش سألين. هو ده اللي قصدته أنت شخصيا. الطيور لا تزرع ولا تحصد والله يقيتها. هللويا. نحن أفضل من عصافير كثيرة. لا 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 يا أخونا، أنت بتعرفش لوس أنجلوس وكاليفورنيا والبلد دي، دي البيت بي مش عارف إيه. والرب يسائل، الرب فرحان، فرحان يسكن في نور لا يدنى منه، ومرات يحزن لأجل أولاده اللي مفروض يكونوا يؤثروا في المجتمع مش عم بيحصل، اللي مفروض يبتلع الحزن في حياتهم بسبب أخطاء وعدم إصابة الهدف والإخفاق والاهتمام بأمور تشغلهم عن السيد وعن ملكه. يلا نرجع، تعالوا نرجع سوا أحبائي للمستقيمات، الطرق المستقيمة، لفكر المسيح. يلا مع بعض نقوم. أنا بشجعك، بشجعك تقوم، قوم معانا، سبح الرب، عظم صخرة خلاصك، قل للرب أنت ملجئي، أنت صخرة خلاصي، أنت قرن خلاصي، أنت ترسي عزي وترسي، عليه اتكل قلبي فانتصرت. أشكرك لأنك تذيب الجبال من وجهك لأجلي، تنصب ملوك وتحزن ملوك. الأنهار بتسقف لك، كل بتعزف لك، ويا ربي بكلمة منك كل الملوك تخضع لك. انت عالي فوق كل اسم مهما يكون، عالي يرفعك يا إله الملك، مستحق ومال الكون أزيد على تسبيح. هتشوف ملك كل العيون، عالي انت عالي فوق كل اسم مهما يكون، عالي فوق السحاب ومال الكون، شوف ملكك كل العيون. يلا سوا، ملك الملوك وجلالك داري الوجود حوالينا، والشبال بتدوم قدامك، اسمك عالي يا فتى كل نسمة، دل أنهار بتسقف لك، كل الآلات تعزف لك، ويا رب كلمة منك كل الملوك تخضع لك. انت عالي فوق كل اسم مهما يكون، عالي فوق السحاب ومال الكون، عالي هتشوف ملك كل العيون، عالي يا مالك الملوك يا سيد الأسياد، بنهتف بفدينا الحي من الأموات، يا مسيحنا يسوع إلهنا حيّه، يا ملكنا يا إلهنا ملك زيّه، لما عينينا تشوفك، لما
بمجدي وبسلطان قوة قيامتك فينا بنعيشها بالإيمان يا مسيحنا يسوع إلهنا حي يا ملكنا يا إله ملك زين لما عينينا تشوفك لما عينينا تشوفك تملأ حياتنا غير يا غارس السماوات ومهدي نوض حور بتفك أسري شعبك وتخرجوا للنور يا مسيحنا يسوع إلهنا حي يا ملكنا يا إلهنا ملك زين لما عينينا تشوف لما عينينا تشوف تملأ حياتنا ضعيف يا مفتح العيون يا صانع الآيات دي أرضنا تشهد لك وفي السماء علامات يا يسوع إلهنا حي يا ملكنا يا إلهنا مالك زي لما عينينا تشوف لما عينينا تشوفك تملأ حياتنا ضعيف ليك المجد يا فدينا اتجسد توجد لينا نورك نور أرضينا يا عجيب ونفضل نغني لك ونعيد بمجيئك نرفع راية إنجيلك يا عجيب ليك المجد يا فدينا اتجسدت وقتلينا نورك نور أرضينا يا عجيب ونفضل نغني لك ونعيد نرفع راية إنجيلك يا عجيب يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبان أبدي يا رئيس السلام يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبان أبدي يا رئيس السلام أنت الله المتجسد والمسيح المتمجد والخليقة بتردد يا عجيب انت مشتاق الامم فيك الامن والنعم فيك الحب والنغم يا عجيب انت الله المتجسد والمسيح المتمجد والخليقة بتردد يا عجيب انت مشتاق الامم فيك الامن والنعم يا عجيب يا عجيب يا مشير يا اله يا قدير يا ابد ابدي يا رئيس السلام يا عجيب يا مشير يا اله يا قدير يا ابو الابديه ابدي يا رئيس السلام يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبان أبدي يا رئيس السلام يلي مت بدالي شايل كل أحمالي في السماء تشفع فيا عمري ضاع قلبي تاه ولقيته وفتحت لعناي يا إلهي أنا قلبي يسكت ليك يا إلهي أنا قلبي يخضع
فيك يا حمل مذبوح عني يا إلهي. أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي. أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مذبوح عني. ليك المجد والكرامة والبهاء، ليك علامة سلطانك بيحررني. ليك القوة والجلال بالبشر، أبرح جمال نعمتك بتغيرني. ليك المجد والكرامة والبهاء، ليك علامة سلطانك بيحررني. القوة والجلال بالبشر، قدس الرب نعمتك بتغيرني. هي يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي. أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مذبوح عني. هي يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك يا إلهي. أنا قلبي بيخضع ليك يا حمل مذبوح عني. يا حمل مذبوح عني. يا رب اسمع صلاتي، اقبل واستجيب، تعال وزور حياتي. صلي معي هذه الصلاة واملا اغفر خطاياي، الهبني. يا رب اسمع صلاتي، يلا نختم بهذه الترنيمة. تعال وزور حياتي واملا لهيب، انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفه، وحتى اخر باب اتسد هلمس بتوبك. انا طلبي ان اشوف المجد، املي ان اشوفك، وحتى الاخر باب اتسد هلمسهد بتوبك. انا هلمسهد بتوبك. انت شافي نفسي، انت شافي جسدي، انت شافي نفسي، انت شافي جسدي، انت طبيبي، انت اله عظيم، انت الهي، معك مفيش مستحيل تحيني من مماتي. انت اله عظيم، انت الهي، معك مفيش مستحيل تحيني من مماتي. انت إلهي، انت إلهي، انت إلهي، انت يسوع الفادي، انت واهب الحياة، انت ليا طوق نجاة، انت واهب الحياة، انت ليا طوق نجاة، وفي ايدك ظروفي، وفي ايدك ظروفي، انت بتدي سلام، انت فيك الامان، انت بتدي انت كلمات، انت محي خوفي، انت محي خوفي، انا بس محتاج لصوتك،
أنا بس محتاج لصوتك، أنا هدفي رضاك وخوفك، أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك، وحتى الآخر باب السد هلمس بتوبك. أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك، وحتى الآخر باب السد هلمسه بتوبك. أنا هلمسه بتوبك. أشكرك لأجل حضورك، يملأ هذا المكان بالسلام والراحة والطمأنينة، بالحب الحقيقي، بالمجد. ما أثمن مجدك وحضورك. أنا طلبي إني أشوف المجد. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لأتفرس في هيكلي في جماله. هاللويا هاللويا هاللويا. منتظرينك أن تعمل أيضا في قلوبنا وأنت تكلمنا غفران حقيقي، تغفر لنا وتصالحنا معك، ونحن نغفر أيضا لآخرين عندما تنسكب محبتك في قلوبنا بالروح القدس. نباركك ونعظمك، نشكرك في المسيح ونعطيك كل المجد. سمعتنا مع الكلمة مع المسيس. مبارك لاسم الرب الإله العظيم اللي خدنا في جولة طيبة فيها سبحنا الرب وفيها اتعزينا جميعا. أرجو أن نقف جميعا لنقرأ مزمور 51 معا. المزمور 51، المزمور 51 هذا المزمور كتبه داود عندما جاء إليه نسان النبي بعدما دخل إلى بيت شبع. فبيقول إيه بقى؟ ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معاصية، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف بمعاصية وخطيئتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك. هانذا بالاسم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، هقد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها. استر وجهك عن خطاياي وامحو اثامي. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزع مني. رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة اعضدني، فاعلم الاسنى طرقك والخطاة اليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيسبح لساني برك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تسر بذبيحة إلا فكنت أقدمها، ومحرقة لا ترضى. بذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقر. خلينا كلنا نحن رؤوسنا في الصلاة عشان الرب يتكلم إلينا، واطلب من جناب القسيس هاني من هنا من على المنبر يطلب بركة الرب على الكلمة.
يا رب نشكرك لأنك حاضر وموجود بينا. نشكرك يا رب لأنك بتسمع. يا رب مش بس بتسمع لكنك أيضا بتتكلم. ودي علامات الحياة إنك بتسمعنا وتشوفنا وبتكلمنا. يا رب دينا نتجاوب مع كلمتك. افتح لينا أذان. افتح لينا عيون. وفوق الكل افتح لينا قلوب يا رب تتجاوب مع كلمتك. لتأتي بثمارها المطلوبة 30 و60 و100. نشكرك لأجل وقت التسبيح وبركك يا رب لأجل وقت الكلمة. نطلب يا رب من أجل الأسيس وليام يا رب تكلم فيه وكلمنا يا رب. يا رب وضعين الكل والكنيسة كلها بين إيديك. لأجل اسمك يا رب نصلي في اسم المسيح يسوع. آمين. الحقيقة أنا النهاردة هتبع طريقة معينة عشان خاطر أدي فرصة عشان أدي فرصة للأسيس زياد يكمل معانا وناخد تعزيات من السماء كده ونفرح ونبتهج بالرب. احنا بنقول ان شعار المؤتمر النهضة بتاعتنا فليتب الى الرب فيعمل ايه الرب؟ فارحمه. والى الهنا لانه يكثر الغفران. يعني الامر عايز ايه؟ توبة للرب. احنا نتوب وهو يعمل ايه؟ يغفر. تكلمنا امبارح عن ان التوبة هي امر ضروري وحتمي مفيش فصل منه، لان الله الان يأمر جميع الناس ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل. هو بيأمر ودلوقتي مفيش تأجيل، ولكل الناس مفيش حد يقول انا مش تحت هذا الامر وعايز ربنا نتوب وهيتغاضى عن أزمنة الجهل مش هيحاسبنا بيها، لكن في يوم هيدين فيه المسكونة بعدل. كل من لم يتوب دينونة رهيبة، في دينونة رهيبة لانه رفض امر الله، لانه رفض ما يطلبه الله منا. فالتوبة هي طلبة الإنسان والغفران هي هبة من الرحمن. عشان كده لازم يمشوا مع بعض توبة وإيمان. التوبة هي التحول عن الخطية والإيمان هو التحول إلى الله. تعالوا بقى نشوف وهتتابعوا معايا، تابعوا معايا هنا، ممكن ما اتكلمش نفس الآيات وممكن ما اقولش نفس الكلمات عشان الوقت. لما تتابعوا معايا وتسمعوا هنبقى نتبارك كلنا ونتعزى. لما يقول داود وانا زي بالاسم صورته بالخطيه حبلت بامي، في ناس فكرت ان داود امه حبلت بالخطيه، لا دي يعني وانا ببطن امي زي ما بيقول الكتاب في البطن سميت عاصيا. فان كنت وانا لسه ما زلت في بطن امي، اي واحد وهو جنين في بطن امه يسمى عاصي وخاطي، ولما يطلع بقى تظهر الخطايا وتظهر المعاصي وتشوفوا كل شيء حتى في البطن. حتى في البطن لما نشوف اي توأمين مكتوبين في الكتاب، عيسو يعقوب فارس وزارح، لما نشوفهم اتخانقوا في بطنهم. ولما اعيش هذه الخطيه وابطل الاقي نفسي وزي ما قلنا افكر ان انا خاطي ومصير الجحيم، وأعرف إن الله قدوس، وإحنا رنمنا كتير عن الله القدوس الذي ينسب للملائكة حماقة والسماء ليست بطاهرة قدام عينيه. لما الله القدوس ده يشوفني أنا بالطريقة دي، إزاي هيحصل في شركة وعلاقة بيني وبينه؟ هو قدوس وأنا النجس. وداود بيقول إن كنت تسر بذبيحة فكنت إيه أقدمها. ده ملك ممكن يقدم ألاف العجول وألاف الكباش وألاف كله يقدر، لكن شكرا لأن الغفران هبة من الله بتيجي عن طريق ربنا يسوع المسيح اللي بيقول عنه الكتاب. الكتاب بيقول كده: الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ويقول الكتاب كده أنه الرب بنفسه هو
اللي بيطلب من الإنسان إنه يتوب، والرب بنفسه هو اللي يدي غفران، لأنه مكتوب عنه إله غفور وحنان ورحيم طويل الروح وكثير الرحمة. وزي ما قال النبي داود هنا: ارحمني الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معصية. في هذا الأمر الله بيغفر لي. هذا الغفران بيسمى الغفران الأولي الأبدي. يا الاسم كده يعني ايه؟ غفران اولي يعني ليه بداية لكن ملوش ايه نهاية. ازاي الله يقبلني؟ ازاي الله يقبلني؟ وايوب صرخ في الايام: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. مين فين المصالح اللي يقدر يصالحنا انا والله؟ لأن خطايانا قد صارت فاصلة بيننا وبين إلهنا. فين المصالح اللي هيجي؟ وقال إن وجد وسيط وسط ألف. لما يحصل يبقى فيه وسيط وسط ألف، يقول الكتاب كده: يغني بين الناس. لما يبقى فيه وسيط يغني بين الناس، فعلت الشر ولم أجازى عليه، لأني تبت والله غفر لي. ولما يغفر يغفر بالتمام: قد محوتك غي من ذنوبك وكسحابة خطاياك. ولما يغفر مهما كانت حالتي من الخطية، لما يغفر يقول الكتاب: هلما نتحاجج يقول الرب: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدود تصير كالصوف النقي. الذي غفر على السامرية التي كان لها 5 أزواج والذي معها ليس زوجها، ودي أول واحدة عملت بدعة البوي فريند والجيرل فريند، لكن ربنا غفر لها. لما يغفر للعشار اللي كان بيوشي بالناس، لما يغفر لللص اللي الحكومة حكمت عليه بالموت، لما يغفر لهؤلاء كلهم فهو يقدر أن يغفر لي، لأنه حنان ورحوم طويل الروح وكثير الرحمة. لكن الفداء يعني إيه؟ يقول الكتاب بقى: يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. خلي بالكم من الحتة دي، الوسيط قال عنه إيه؟ الإنسان. خلي بالكم من الكتاب، يعني لا يوجد وسيط آخر. تقول أنا عايز وسيط تاني يقدر يتوسط بيني وبينه، هيوسط ربنا، هيوسط حد، هو نفسه يتوسط. لأنه هو المصالح. والصالح إزاي؟ وأن يصالح الكل بدم نفسه، عامل الصلح بدم صليبه بواسطته. أي أن الله كان في المسيح مصالح عالم لنفسه، غير حاسب لهم خطايانا وواضعا فينا كلمة المصالحة. هو يمسك إيدك ويبقى يمسك إيد الرب. ده مين ده؟ ده الرب يسوع المسيح الوسيط الواحد، هو ده اللي فيه إمكانية، لأنه ده الله الكامل في الإنسان الكامل، فيستطيع أن يضع ضده في يد الله، ويستطيع أن يضع يده في يدي أنا الخاطئ. وحينئذ أنا للتبرير بالإيمان، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. عشان كده قال داود: إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. أنا أخطئ لأي واحد مثلا اسمه سين واروح لصاد وأقول له سامحني؟ أروح للأخطأت ليه؟ فأخطأنا لمين؟ للرب. وده اللي عرفه يوسف: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فكل خطايانا وجهت إلى الله، عشان كده عقاب شرير هناخده. خطية واحدة تفصلنا عن الله، والخطية الواحدة تودينا للجحيم، والجحيم بقاء أبدي في النار الأبدية. لكن بدم المسيح يطهرنا من كل خطية، ونقدر نقول: الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. مجدا للرب. لقد جاء المصالح، جاء الوسيط، هو الوسيط بين الله والناس. على هذا الأمر مش أي واحد يقول له: يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، هيغفره. لا، لأن الله قدوس. لكن قد وضع المسيح وهو على الصليب كل أثامنا عليه، وبذلك كل من يقبل إلى المسيح لا يخرجه خارجا مهما كانت خطاياه، لأن خطايانا غفرت فين؟ على الصليب.
وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. عشان كده يدينا غفران أولي وأبدي. اللص التائب اختبرها وكمان ما حصلش يعمل حاجة تاني. يعني خلاص في لحظة يتم من دينونة الخطية. في اللحظة اللي أنا بتوب فيها توبة حقيقية وبوجه قلبي لله بنال حياة أبدية. طيب أنا ممكن أعيش بعد الحياة دي أتعب. أنا إنسان. أنا ممكن تقابلني أي ظروف وأخطئ. أنا ممكن أعمل حاجات أنا بشعر بضميري تعبان. أنا ممكن أجي وأمشي زي أي واحد ممكن وهو ماشي شارع يقع. أعمل إيه؟ بعد ما غفر لي الغفران الأولي الأبدي أعمل إيه؟ في غفران تاني اسمه غفران أبوي. خلي بالكم من اللفظ اتغير. غفران إيه؟ أبوي. يعني أنا بقيت ابن وهاجي ليه، يبقى هو يغفر لي غفران إيه؟ أبوي. أبويا هو اللي يغفر لي. وهنا بقى على أي أساس هذا الغفران الأبوي؟ على أي أساس؟ يقول الرسول يوحنا في رسالته الأولى: أيها الأولاد أكتب إليكم أن لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب. عشان كده سمينا غفران. لنا شفيع عند الآب يسوع المسيح، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. لنا شفيع إن اعترفنا. الآية دي للمؤمنين: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل لكي يغفر خطايانا ويطهرنا من كل اسم. ما فكرتش إزاي يبقى الله أمين وعادل ويغفر. العادل يجازي يقاصص، لكن دي معناها لأنه هو الله الآب خد حقه من الابن لما كان على الصليب. والذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجنا المعين، كيف لا هبنا أيضا معه كل شيء. ومن ضمن الحاجات اللي بيهوبها لنا الغفران الأبوي. ولولا الغفران الأبوي لا أنا كنت جيت ولا أنا الأسيس زياد يرنم ولا أنتوا كنتوا ترنموا، لكن إحنا بنرنم ومعترفين لأن دم يسوع المسيح ابنه يعمل إيه؟ يطهرنا من كل خطية. غفران أبوي. أقول لأبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. وما قالوش اجعلني كأحد وجرائك. كان هو جاي لها في الأول، لكن لما جاء عند الأب ما قالوش اجعلني كأحد أخرى، لأن محبة الأب الذي رقد على عنقه وقبله، محبة الأب هذه المحبة العظيمة اللي شافها لابن الضال في قبول الأب، الرجل المحترم اللي بيرقد في الشارع عشان يقبل ابنه، ما قدرش يقول له اجعلني كأحد أجراءك. والأب يقول لأن ابني كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. في غفران أبوي، في غفران أبوي، في رحمة، في نعمة، في عدل، في عدل، لأن الله أخذ قصاص خطيئنا من المسيح على الصليب. غفران أبوي. عشان كده لابد ان يجي وقت ورا وقت، وقت ورا وقت، كل شويه زي ما قلنا التوبه بتحصل توبه واحده حقيقيه في مره واحده لما فيها نسلم الاراده للرب، وفي بعد كده توبه كل يوم في جهاد ضد الخطيه، مجاهدين ضد الخطيه حتى الدم، وفي هذا الجهاد لنا شفيع. اسمع بيقول الكتاب ايه: فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون به الى الله. ليه؟ اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. لا تستكثر ان كان الله وانت خاطي قد غفر لك خطايانا الكثيره التي لا تحصى ولا تعد. فان كان هناك اي تقصير او ضعف او خطا سقطنا فيه كمؤمنين هو يغفره. بيقول الكتاب انه لانه حي في كل حين ويخلص الى التمام. اذ هو حي في كل حين قادر ان يخلص الى التمام. عشان كده الكتاب بيقول عن الكنيسه اللي احبها المسيح واسلم نفسه لاجلها
أي مؤمن في أي مكان يقول الكتاب لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة ليحضرها لنفسه إيه؟ كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن ولا عيب ولا شيء من ذلك، بل مقدسة وبلا عيب. إزاي تيجي دي؟ عن طريق عمل الروح القدس وعمل الكلمة وعن طريق شفاعة المسيح. قال الرب يسوع المسيح لبطرس: من اغتسل فليس له حاجة إلا إلى غسل إيه؟ رجليه فقط. فنحن نحتاج في مسيرتنا إلى غسل الأرجل. الاغتسال ده حصل مرة واحدة، لكن نحتاج إلى غسل إيه؟ غسل الأرجل باستمرار. نيجي أمام عرش النعمة ونحكي أمامه، نتقدم زي ما قلنا مبارح بثقة إلى عرش النعمة، ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. دي كرسي الرحمة. نتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. يقدسنا، يطهرنا، يغيرنا، يزيل روح الحزن اللي في داخلنا والروح اللي احنا موجودين فيه. فاحنا بنحزن الروح بخطايانا وبنطفيه بعدم خدمتنا. والكتاب بيقول لا تحزن الروح بالسلوك ولا تطفئ الروح بالتقصير في الخدمة، لكن بيقول ايه؟ امتلئوا بالروح. ملء الروح القدس هو الذي يجعلنا ان ننال عن طريق شفاعة المسيح الغفران الأبوي. ولما عمل المسيح هذا الامر بعد ما مسح ارجل التلاميذ، غسل ارجل التلاميذ ومسحها، قال: ان كنت انا السيد والمعلم قد فعلت بكم هكذا، فينبغي ان تغسلوا بعضكم ارجل بعض. الغسيل ده رمز للغفران. عشان كده اللي نال الغفران الأبدي واللي نال الغفران الأبوي وعارف قد إيه بنعمل أشياء إحنا بنتجل منها، ما نسمحش الآخرين، ما نغفرش للآخرين. اغسل أرجلكم أرجل بعض. ولما أحب أغسل رجل أخويا يحتاج الأمر إلى أن أتضع، ان انا انكسر واقعد كده، يعني اقعد على الارض تحت، عشان اغفر. الغفران الاخوي يستلزم ان امتلئ بالروح القدس وان ينزع الرب مني الكبرياء. في مراره في القلب، في مراره، في عائق بيعيقني عن بيني وبين تقديم الصلاه للرب، في امور دايما مقلقاني، في امور دايما مقلقاني. طب ليه؟ تعال للرب وقول له: يا رب اديني الفرصة وخليني أعرف إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاد، أنت اللي تروح، وإن سمع لك قد ربحت أخاك، وإن ما كانش هات معك من الكنيسة اتنين، وإن ما كانش قدام الكنيسة. وبعد كده فليكن كالوسني والعشار. عارفين يعني إيه يأكل كالوسني والعشار؟ في ناس تقول لي ده خاطئ ما يستحقش. لا، الكتاب مش عزه كده، يعني تقول له قدامه للرب: يا رب ارحم أخويا اللي ما قبلش الغفران، ارحم أخويا اللي أنا حاولت أن أنا أبني جسور وكباري بيه وهو رافض، فأصلي إليه كأني كنت بصلي لخاطي عشان يرجع لأخ. وصلاة الإيمان تشفي المريض، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. الله عايز يدينا اللي أدانا الكتير، هيمنع عننا قليل. ممكن يمنع عننا قليل. لما إمتى؟ لو اغفروا يغفر لكم. فين يغفر لكم؟ دي الغفران الأبوي. فالغفران الأبوي بيبقى مرتبط بالغفران الأخوي. لا تدينوا لكي لا تدانوا. تواضع تحت يد الله القوية فارفعكم في حينه. قال المسيح لكل المجد وعلمنا، إن كان المسيح، إن كان رب يسوع المسيح في الغفران الأبوي هو الراعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف. في الغفران الأبوي، ذكر الغفران الأبدي هو الراعي الصالح. في الغفران الأبوي راعي الخراف العظيم اللي بيقول عنه النبي داود: يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. ده مؤمن يرده، راعي الخراف العظيم.
لكنه أيضا هو الأخ البكر. الكتاب يقول مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. فإن كان الغفران الأبوي والأبوي نلته عن طريق الراع الصالح، والغفران الأبوي بناله عن طريق راع الخراف العظيم اللي بيشفع فيه في كل مرة باجي فيها في عرش النعمة. فلابد أن نكون مشابهين صورة ابنه اللي هو على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. تقول ده الرب يسوع المسيح. طب واستفانوس اللي رجموه بالحجارة قال ايه؟ يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. القلب النقي، المحبة الأخوية يا إخوة الأحباء، خلينا نحب، خلينا ننسى، خلينا نتواضع، بلاش الكبرياء، بلاش التمسك ده كرامتي ومش كرامتي. الرب قال ينكر نفسه زي ما المسيح أخلى نفسه، فالمؤمن ينكر نفسه عشان خاطر مين؟ عشان خاطر أخوه البكر، لأنه لا يستحي أن يدعوهم إخوة وهو بكرا بين إخوة كثيرين. شوف أخوك البكر عمل إيه وانت تقلته. أخوك البكر اللي هو برضو بيشفع دايما كده. على فكرة لما تبقى عيلة كبيرة وفي واحد من الأولاد أخطأ، يروح يقول له لأخوه الكبير تعالى معايا عشان بابا يسامحني، أبو يسامحني. وفي حكاية المداين اللي الاثنين المدانين دول اللي ما قدروش، ما رضيوش الواحد منهم ما رضيش يغفر للعبد أخوه، قال له إن كنت قد خفرت بالكثير ألا تستطيع أن تغفر بالقليل؟ شوف أنت عملت قد إيه من 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 خطايا وأنا سمحتك، مش قادر سمح أخوك على غلطة؟ مش قادر سمح أختك على غلطة؟ ده تعيق صلاتنا وتعيق ابنتنا وتعيق قدوتنا. والناس تقول آدي الأخ المؤمن، شوف بيعمل إيه، مخاصم فلان ومخاصمة فلان. يا رب ارحمني وارحمك. الغفران هبة من الله أعطاها لنا، وإحنا عرفنا إيه معنى الغفران. وعشان كده ما تصليش الصلاة الربانية وتقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. بتضحك على مين يعني؟ بتتردد قد إيه الصلاة الربانية دي؟ كما نغفر نحن أيضا، على الأقل على الأقل مرة في اليوم. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. هقول بقى دلوقتي حاجة بسيطة عن إذنك أخ زياد، هاخد 5 دقايق بس أوضح إيه معنى كلمة يغفر. لقيت 7 معاني لكلمة يغفر، وكل معنى أول ما تسمع وتشوفه قول أشكرك لأنك بتتبعني بغفرانك وتبعتني بغفرانك الأولي وما زلت تتبعني بغفرانك الأبوي، وتقول له كمان ساعدني عشان أغفر بنفس الطريقة. هيتعرض قدامنا الحاجات بتاعت معنى كلمة الغفران. أول حاجة يغطي أو يكفر، يستر. ممكن تبقى البتاعة دي مجرحة من هنا وشكلها وحش لكن مستورة كده. يسترنا بدمه، يغطينا بدمه. اسمع بيقول ايه بقى الكتاب، طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيئته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطيئة. يا سلام على الكلمة دي. طب نشوف الحتة التانية، يمحو او يزيل. يمحو استيكة، ده مش بستيكة، ده زي الأسفلت لما بيبقى في علامة ويرصف الشارع أو هيغير الشارع بيجوبوا بتاع يمحو الخط الأولاني. وذا قد محوتك غيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. وتعلم لما تشوف سحابة مش موجودة ولا أشكرك ما أنت زلت خطايا زي السحابة دي، ترجع السحابة تاني ما زالت خلاص. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه، في غسل فمحى. ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك
امحو معصية. ثلاثة، يصفح أو يحفو، يسامح يعني، لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. أربعة، يبعد أو ينزع، كبعد المشرق، إحنا بنقولها عن لكن هي من، لأن عن ده بدل على المسافة القريبة، ده من ده مسافة كبيرة. كبعد المشرق بين المغرب أبعد عنا معاصينا. والحتة دي فيها حتة من خيمة الاجتماع. في خيمة الاجتماع أول حاجة لما يبقى الواحد داخل يلاقي مذبح النحاسي، مذبح النحاسي في أقصى الشرق. لكن لما يدخل بقى رئيس الكهنة لغاية قدس الأقداس، كرسي الرحمة هناك في أقصى الغرب. فكأنه بيقول كبعد المشرق خطايا اتحطت على المذبح النحاسي، عن المغرب أبعد عنا إيه؟ معاصينا. يطرح، يعود يرحمنا، يدوس أسامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، اللي إحنا دايما نقول بحر النسيان، بحر النسيان، مش مكتوب بحر النسيان، هو في أعماق البحر، وفي بحار أعماقها غوية جدا. وقال أحد القديسين رمى خطايانا في بحر عميق وكتب منه الصيد، ما حدش يطلع تاني خطايانا. يطرح، فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي. عارف لما يبقى الواحد مش عايز حاجة يرميها لورا كده، طب ربنا ليه وش وظهر؟ يبقى إذن الظهر ده لا موجود، يعني طرحها في اللا موجود. طرحت وراء ظهرك جميع خطاياي. نمرة ستة، يرفع، لأنه لا يمكن أن دم سيران وتيوس يرفع خطايا، لكن حمل الله هو الذي يرفع خطية العالم. آخر حاجة نمرة سبعة، ينقل. لما أخطأ داود وراح له نسان في مزمور 51 دي برضو يقول كده، قال نسان لداود الرب قد نقل عنك خطيتك، لا تموت. اسمحها لنفسك دلوقتي، الرب قد نقل عنك خطيتك لا تموت. طب نقلها فين يا رب؟ هو النقل مش بتتنقل من مكان لآخر؟ يقول كده الذي بطرس الذي حمل هو خطايانا في جسده على الخشبة، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا إيه تحملها، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أسامنا. خلونا كلنا نصلي ونقول له نشكرك يا رب لأجل اللي عملت، ونجلت ومحاوت وزلت، وساعدني يا رب أغفر، ساعدني أسامح، خلينا أعيش كده مسريح الضمير، خلينا أعيش زي ما أنت قلت تعلموا مني لأن وديع ومتواضع القلب. الوداعة هو الذي لا يؤذي الآخرين، والمتواضع هو الذي يسامح الذي يؤذي فيه يؤذي لي. فخلينا اتعلم الوداع ان انا ما اذيش الاخرين، واتعلم التواضع ان انا اسامح الاخرين. ويقول الكتاب في الاخر فتجدوا ايه؟ راحة لنفوسكم. عايز تتريح من كل حاجة قول له اغفر لي يا رب، ارحمني يا رب انا الخاطئ. عايز تتريح راحة حقيقية وراحة ابدية قول له انت تغفر خطيتي يا رب، انا جاي لك الليلة يا رب بدمك طهرني، أنا جاي لك الليلة يا رب يا أبويا السماوي سامحني لأجل المسيح، أنا جاي لك يا أخويا وبقول لك سامحني ليك كل المجد يا رب. خلينا في روح الصلاة عشان خاطر نقدر ناخد وقت فيه نقدم كل تضحية من القلب من أجل هذا الغفران الذي يمنحه لنا رب المجد له كل المجد. بعترف قدامك يا يسوع المسيح إني ما استحيش دماء الذبيح، سالت على شاني والصليب
فداني أنا راجع ليك بقلب الجريح توبة من قلبي اللي تاه عنك بعيد توبة من قلبي اللي فادي الوحيد وانت كمان يا من خبطت على بابي النهاردة يا ربي هفتح قلبي وأبوابي انت زمان يا من خبطت على بابي النهاردة يا ربي هفتح قلبي وأبوابي بعترف قدامك بقساوة قلبي والخطية سالت وانا شايف ذنبي برغم الخطية باجي باللي فيا اقبلني انا راجع بتوبة قلبي توبة من قلبي اللي ده عنك بعيد توبة من قلبي اللي فادي الوحيد وانت زمان يا ما خبطت على بابي النهاردة يا ربي هفتح قلبي وأبوابي من يا من خبطت على بابي النهاردة يا ربي هفتح قلبي وأبوابي انت زمن يا من خبطت على بابي النهاردة يا ربي هفتح قلبي وأبوابي مش مستحيل عليك مش مستحيل عليك يا رب مش مستحيل عليك تنزع من بين ضلوعي قلبي الحجر تعطيني قلب جديد ما بيعرف غيري يحبك تشفي فكر المريض من داء الخطيه داء البشر ومعنا مش مستحيل عليك تنزع من بين ضلوعي قلبي الحجر تعطيني قلب جديد ما بيعرف غير حبك تشفي فكر المريض من داء الخطيه داء البشر مش مستحيل مش مستحيل عليك يلي خلاصي فيك بلحظة اكتمل مش مستحيل عليك إنك كمان بلحظة تكمل في العمل مش مستحيل عليك يلي خلاصي فيك بلحظة اكتمل مش مستحيل عليك إنك كمان بلحظة تغير في العمل بدي تعلمني حبك من قلبي كله من فكري كله من نفسي كله ومن عزمي كله بدي تعلمني حبك من قلبي كله من فكري كله من نفسي كله ومن عزمي كله بدي تكملني فيه
حتى فكري يرضيك بدي تكملني فيك حتى فكري يرضيك وبعرف إنه هيدا مش مستحيل عليك مش مستحيل عليك تنزع من بين ضلوعي قلب الحجر تعطيني قلب جديد ما بيعرف وتشفي فكر المريض من داء الخطيه داء البشر صعب يا رب علي حب اللي بيعاديني صعب علي صعب علي بشعر اني ما في اغفر للي بيأذيني انا ما في لا ما في صعب يا رب علي حب اللي بيعاديني صعب علي صعب علي بشعر اني ما في اغفر للي بيأذيني انا ما في لا ما في يا ما بحاول سامح وانسى جروح امبارح يا ما بحاول سامح وانسى جروح امبارح كيف عم بقدر اقول بحبك انا مش قادر اقبل خايب بدي تعلمني حبك من قلبي كله من فكري كله ومن نفسي كله ومن عزمي كله بدي تعلمني حبك من قلبي كله من فكري كله ومن نفسي كله ومن عزمي كله بدي كملني فيك حتى فكري يرضيك بدي تكملني فيك حتى فكري يرضيك وبعرف إنه هيدا مش مستحيل عليك أيوة يا رب أيوة يا رب مش مستحيل تعال غير تعال حرر تعال اشفي الاعماق تعال توبنا فنتوب تعال اغفر خطايانا وساعدنا ان نغفر لمن اخطا الينا الموضوع هام جدا سيد الرب هناك جراح لم تشفى وهناك خطيه لم تغفر وهناك ايضا مشاكل وسدود وإعاقات كثيرة لأننا لم نغفر تمسك خطايانا ولن يغفر لنا أبونا السماوي الخطية لأننا لم نغفر لآخرين لأجل قساوة قلوبنا لأجل تصلب رقابنا ساعدنا أن نخضع لك ونسامح ونغفر ونطلق الآخرين بل نصلي لأجلهم حتى ينالوا غفرانا وشفاء وحرية نقبلهم كما هم كما قبلتهم أنت يا رب ساعدنا ساعدنا حرية الآن لأذهاننا المقيدة حرية الآن لنفسياتنا المستعبدة حرية الآن لكل شخص يسود عليه قوانين دون قوانينك يا رب القداسة والمحبة والرب يسوع أعطني وخذ الجميع حتى خدمتنا إن كانت قصدها ليس المحبة الأخوية ليست خدمة حقيقية وليس فيها منفعة ساعدنا نحبك ونحب الآخرين والإخوة بقلب طاهر نقي وبشدة وأعطينا أن نكون أصحاب بالرجال مواقف
يبان المعدن في الأوقات الصلبة والصعبة. أعطينا أن نكون أصحاب قرارات ومواقف حقيقية جدية. نشترك أيضا في احتمال المشقات كجنود صالحين للرب. لا ننتظر مقابل العطاء أو الغفران. علمنا أن نخضع لك أيضا في موضوع طاعة الوصية. اذهب إليه وعاتب، وإن أخطأ إليك أخوك اذهب إليك وعاتب بينك وبينه. يا رب اطلب الرب أحبائي وقت رائع، وقت ضمن الملكوت. الرب يغير، اشتغل على قلبك وقلبي اليوم، حتى الناس اللي بيشاهدونا. رب كلمنا، في كل يوم بشوف أمور كلمت قلبي فيها من سنين، فاكر في يوم همسك يقول أنا راجع تاني وهنهض ملايين، دربني ربي وخلي قلبي يرجع يعيش لمجدك من جديد، هرجع هدوم هنهض هقوم هنسى معاك ضعفي وهقول أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لي مكاني واقف على الأسوار وبلادي بإيماني وبأغاني بكلامي بترنيماتي، يسوع هيكون نور إعلاني، أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لي الأسوار وبلادي بإيماني وبأماني بكلام ترنيماتي، يسوع هيكون نور أعلاني، غيرني ربي والمس حياتي علشان الناس تشوف فيها يسوع، مش بس لساني أو كلماتي لكن أعيش تسبيحة ليسوع، أسهر أصلي فاكر رسالتي وتعلم ربي تاني الانتظار، وحيا شهادة وإرادة وتفيد حياتي دايما بالثمار، أنا أرجع لك من تاني، أنا راجع لي مكاني واقف الأسوار وبنادي بأماني وبأغاني بكلامي بترنيماتي، يسوع هيكون نور أعلى.
اسم الرب يسوع. تعالوا نحييه حسب يعني لو رئيس بلاد موجود، لو واحد من المهمين جدا، كيف بتحييه؟ لو واحد وزير مثلا كيف بتحييه؟ الوزير فلان الفلاني، حيوه مع بعض. يا طيب دلوقتي رئيس الوزراء موجود في المكان، كيف بتحيوه؟ لا اغلى كده مش مصدق. لو رب المجد يسوع في المكان ازاي بتحيي؟ هاليلويا لاسم الرب يسوع، هاليلويا للملك.
ومن قلبك افرح، افرح بالملك العظيم الذي يسكن وسط تسبيحات شعبه. إنها ليست أحبائي انفعالات ولا أمور عادية، إنها أحبائي أمور جذرية الرب يصنعها فينا. عندما نؤمن نسمع الكلمة تنخص قلوبنا بالروح القدس بهذه الكلمة، نقبل عمل الروح القدس والكلمة فتثمر ثمرا أبديا. هللويا لاسم الرب يسوع. أصلي أبانا أن تحفظ تأثيرات هذه الكلمة والتسبيحات سيد الرب في كل قلب، ولا تسمح للطيور الجارحة، الأرواح الشريرة، كل الغربان أن تأتي وتخطف الكلمة، بل تثمر وتعمل بكل ما أرسلتها لأجله، وتدوم فينا هذه الكلمة لأمور أبدية حقيقية لا تتزعزع حيث المسيح جالس. نطلبها ونطلب رحمة خاصة أيضا لهذه العشية. أشكرك لأجل من كلمتنا به، باركه، قوة له ولجسده، كل من يقوم يخدم في الخفاء والعلن، كل من يقود، كل من يتعب قناة الكرمة، الناس اللي على الصوت، الناس اللي على الإضاءة، تكنيشن، باوربوينت، الناس اللي تتعب في التوصيلات. احنا بنشكرك علشان كل واحد موجود، ونثق أن اليوم عظيم ولكن الغد أعظم بحضورك. وباركك ونعظمك، نشكرك ونعطيك كل المجد المسيح.